الرهبنة مش مرتبطة بالمسيحية. لازم أفك الارتباط عشان الناس تبقى استقبلها إني ما أقولش كلمة الرهبنة مربوطة بكلمة مسيحية. الرهبنة هي شيء اجتماعي، شيء مفرز نتيجة تباين زائد. إنسان حس إن هو عنده فكر وحاجة جوه قلبه يقدر يطلعها، فبيطلعها تجاه العقيدة اللي هو قلبه. دي الرهبنة. هنكتشف إن الرهبنة ما كانتش في المسيحية. المسيحية ما بتشجعش على حاجة اسمها الرهبنة. بس الراجل ده كان معاصر لجزء في الرهبنة. جيروم
كان يعرف واحد صاحبه اسمه روفينوس، وهنتكلم عن روفينوس بعد شوية عشان الاثنين بيتكلموا عنه. نشوف جيروم قال، جيروم قال في نص من رسالة القديس جيروم بيقول ان بولا طيب وانطونيوس يعتبران حسبما رأينا من سيرتهما من جمعية الرهبان المعتزلين. انا خريطة وهنا لقب، يعني انا كده عندي تقسيم، بقسم في انا خريطة وفي اللي بعد كده حلو اللي هيقول عليه التاني، وهم من ابتعدوا، اللي هم الاناخوريتا من ابتعدوا عن الناس ولادوا بالصحراء للتعبد والتامل، وكل راهب له الحريه في اختيار طريقه للنجاه والخلاص. اما اول من وضع نظام محدد المعالم لتجمعات الرهبان يخضع له جميع الرهبان المصريين كان واحد اسمه باخونس التبانسيني، وده هنا نسبه لبلد اسمها تبانسين هنا في مصر كويس قريبه من هنا، وهنتكلم عنها لما نيجي مكان. واسس الرهبنة المنظمة اللي هي الكنوبيوم. يبقى أنا عندي هنا كده من حوالي 1700 سنة بيتقال لي إن في أناخوريتا وفي كنوبيوم. جيروم كان عايش في فترة باخونيوس وأنطونيوس، لأن ما بين باخونيوس وأنطونيوس حوالي 20 سنة في البلاد، لكن بعد كده كل واحد في واحد نايح سنة 392 والتالت نايح 356، فيعني الأفكار قريبة من بعضها في وقت واحد. ده قول مشهور لازم نعرفه. أنا ما عنديش كل واحد لابس جلابية سودة وراهب بقول عليه قديس، لأن اللي بيعمل القداسة هو الراهب نفسه أو هو الشخص نفسه أو هو الأب. عشان كده أمين المقولة الشهيرة دي، الزي لا يصنع رهيبا ولكن الراهب هو ما يصنع الزي. وهنعرف الأربعة الآباء الكبار اللي هنتكلم عنهم النهاردة هم ازاي صنعوا زي الرهبنة العظيمة. المبدأ الرهباني اللي الكل اتعامل عليه مبدأ بسيط خالص، الانحلال من الكل والارتباط بالواحد. أنا بنحل من كل شيء لكن برتبط بشيء واحد، برتبط بالله بس. نشأة الرهبنة دي هنبقى فيها ليها كلام شوية لو نتكلم. الرهبنة ظاهرة إنسانية بتحصل في كل المجتمعات. قبل ما تظهر في المسيحية كويس كان في مناظر نسكية ورهبانية زي الهندوسية والبوذية والأسينية في اليهود. حتى اليهود كان عندهم برضه وضع زي ده، وكان مخالف تماما للعقيدة اليهودية وشوية حاجات بتحصل جوه اليهود وهنتكلم عنها. فين جارتن قال لي ان الظاهره اللي حصلت في مصر بترجع للحقبه المصريه القديمه. كهنه السرابيوم كانوا هم اكتر ناس عندهم رهبنه منظمه، وكان عندهم لو انا درست الظاهره بتاعتهم هكتشف ان انا قدام ظاهره رهبانيه تشبه الباخوميه لحد كبير. في نظام، في ممارسات تقويه، في صلوات زائده، في البعد عن الشهوات، في بعد المتجوزين عن زوجاتهم، بعد عن العلاقات الزوجيه، بعد عن كل شيء بيربط الانسان بطبيعته، يبتدي يتوحد مع وجود الله بس او مع وجوده في الفكره اللي في دماغه ايا كانت ايه. يبقى الكلمه بتاعته صح، امتداد لظاهره معروفه وسائده في مصر القديمه. احنا لازم نعرف ان الرهبنه ما كانتش موجوده جوه المسيحيه، يعني المسيح في كل تعاليمه ما اتكلمش خالص عن حاجه اسمها الرهبنه. ممكن يكون تلاميذه، ممكن يكون يوحنا المعمدان اتكلم عن ان احنا ممكن نكون عايشين بطوله، يعني الواحد يقدر يعيش متبتل. متبتل يعني ما اتجوزش، ما دخلش في اي علاقه مع زوجه. لكن المسيح ما كانش بيتكلم في كده خالص. والدليل ان انا على تاريخ الرهباني ان كل راهب كان في يوم من الايام يفتكر في دماغه ان هو بقى قديس لان هو ساب العالم وساب الدنيا ومش ورا ربنا، يجي له صوت ويقول له خد بالك انت لسه قد كده، ويحصل انه يقع مع مجموعه ناس يكلموا عن ظروف ناس متجوزين وعايشين حياه قد تكون هي اقدس من الحياه اللي هو عايشها وعايشين وسط العالم. فيعني هو مش الرهبنه شيء اساسي، او هو ده القديس اللي يكون موجود جوه المسيحيه. ممكن يكون الإنسان يتجوز والقديس برضه. القداسة هنا مرتبطة بالفكر وبنقاوة القلب والفكر، مش أكتر من كده. طبعاً جميع الديانات القديمة عرفت نوع من الرهبنة تتشابه من قريب أو من بعيد مع الرهبنة المسيحية.
تتفق في الممارسات التقوية، الصلاة الدائمة، العمل، الزهد، التخلي عن الضروريات والعلاقات الزوجية. عندي في الهندسية، حاجة اسمها دهارما. الدهارما الدورات الولادات، يعني أنا عندي ولادة، أنا النهاردة إنسان، بعد شوية ممكن أكون فرطوب حيوان بعد ما أموت، حسب أفعالي، حسب أعمالي. أنا عندي مشاكل في حياتي، ممكن أقع في غلطات، فلما أجي أموت هتحول روحي دي تاخد شكل تاني. دي الدورات الأمومية، قانون صارم جدا، هما بيحسبوه إن كل واحد بيعمل مشكلة بيبقى عارفها، عارف إنه لما هيجي يتجدد ممكن ما يروحش يكون بني آدم، فكانت المشكلة بالنسبة لي. دي بالنسبة للدهار. البوزية عندي حاجة اسمها بارباشا. بارباشا يعني زهد واعتزال. معلش بقى، دي المقصود بيها التكسر؟ نعم؟ المقصود بيها التكسر؟ لا، التكسر ده شيء تاني، أنا بتكلم إن الإنسان هيموت. حلو؟ هيبقى عايز تاني حسب أفعاله ويقدر يكمل دورة حياة تانية، ويدور حياة تالتة، رابعة، خمسة. ما هو ده تناسق؟ أنا مش عايز أتكلم في التجسد، لأن يعني في مفهوم المسيحية اسمه التجسد هيدخلني في سكة تانية. أنا بس لازم أكون ده مفهوم علمي. ده مفهوم، أنا بتكلم فيه مفهوم علمي. هو ده هو التجسد، هي فكرة خروج الروح وانتقالها لحياة أخرى في جسد آخر. الإنسان مات، قضى حياته مات. بس ماشي التجسد بيتكلم عن كويس. حساب يعني هو اللي بيجي يتحاسب، بعد ما بيتحاسب هيروح يلبس جسم تاني. لو هو أفعاله كويسة. أي ديانة؟ أي ديانة؟ الهندوسية. الهندوسية. دي ديانة طبيعية. طب منسيب الوضع دي للآخر. أوكي. ماشي، عشان ممكن حاجة توضع أو نكمل الفكرة مع بعض. خلاص. عشان بس. البوزية اللي هي برباشا زهد واعتزال. وكان عندهم شوية مفاهيم ومش عارف. عندهم أربع حاجات دليل. الدوكا، التنها، والنرفانا، ومفاهيم جوزة. تمام. لازم الأربعة دول يقضوهم عشان الإنسان يخش في حياة جديدة، ياخد ولادة جديدة، يعني يكون من جديد. برضو عنده نفس الفكرة بتاع الهندوسي بس بطريقة تانية، لازم يكون فيها نوع من الالتزام الصارم بحاجات كتير. يعني أنا عندي هنا إيه؟ إزالة المعاناة، الحياة معاناة اللي هي الدوكا، والرغبات، التنهى إزالة المعاناة، النرفانة اللي هي الولادة الجديدة والصيرورة، لا يوجد بها فساد، ونبلغها أي طريق إزالة المعاناة عشان أعملها للمرحلة الرابعة، المراحل الثمانية الجوز اللي هي استقامة الرأي، العزم، القول، العمل، السلوك، السعي، التفكير، الاستقرار. وبالتالي لو أنا طبقت الثمان مفاهيم دول كمرحلة رابعة من الأخلاق بتاعتي، أنا كده هتحرر من كل المشاكل. عندنا فيلسوف مشهور جدا في المسيحية اسمه أغسطينوس، وأغسطينوس ده كان عربيد بمعنى ما تحمله الكلمة من عربيد، لكن المسيحية مست قلبه وتغير للمسيحية، بقى إنسان مسيحي، وبدأ يلتزم بالمسيحية بطريقة زي ما بيقول الكتاب. قال جملة مشهورة جدا، قال: جلست على قمة العالم حينما أحسست أني لا أشتهي شيئا ولا أريد شيئا. أعتقد إنها نفس الموضوع زي اللي كان بيتكلم عليه، هو التحرر الكامل، أو زي اللي هنريه مع الرمضان بعد كده، إن الإنسان لما بيتحرر من كل الارتباطات الجسدانية بتاعته ممكن يكون جلس على قمة العالم. بقى عندنا الأسينية لليهود. الأسينية دي كان ليهم مركزين إشعاعيين موجودين في مصر، واحد في مصر والتاني في جنوب كنعان. الأسينية دي كانت فرقة طالعة، جزء منها أيام السبي البابلي أو الأرامي، آسف، اليهود لما كانوا مسبيين، وكانوا مرتبطين باللغة الأرامية في الفترة بتاعتهم البدايات، عشان كده هم أخذوا الاسم آسي أو الأسينيين، سموا نفسهم لآسي. آسي يعني الطبيب أو الشافي، وخدوا كل القواعد اليهودية اللي يمشوا عليها، ما عدا شوية حاجات. أولاً لازم يكون في عندهم معبودية أو للطهارة، هم ممنوع عندهم الذبايح، رغم إن اليهود بيقدموا ذبايح، هم منعوا الذبايح. عندهم زي بيلبسوه، يونيفورم بيلبسوه، زي الرهبنة البخومية اللي عندي، إن أنا عندي أو الرهبان اللي بشوفهم دلوقتي، عنده زي
كلهم بيلبسوا اسود يبقى هو برضه في الاسيين بيلبسوا كلهم لبس زي الموحد. عندهم فتره اختبار ان طالب الرهبانه بيجي بيقدم نفسه لازم اختبره الاول هل هينفع معايا في الجماعه بتاعتي ولا لا. طبعا الجماعه الاسيين دول لليهود اكتر ناس غير جماعه بتاعت الاسيين اللي طلعوا في كهوف قمران او كهف قمران اللي كان موجود في الاردن. دول جماعه وليده نشأة تاخد الفكر الاسيني لكن ليها الاسم لكن ليها فكر مختلف شويه عنه، لكن في الاول والاخر هنكتشف ان هم قريبين من بعض. العمليه كلها تاريخيه مش اكتر. اللي اتكلم عنه وطبعا احنا عرفنا الكلام ده منين؟ من كتب كتبها يوسفس اليهودي كتابه الشهير اللي هو تاريخ اليهود في لون الاسكندري والمفكر الروماني كليني الكبير واقوال هيبوليتس. وكان ليهم زي ما قلنا الزي الموحد بتاعهم وليهم الافكار بتاعتهم. وكانوا يعتبروا من الفلاسفه العظماء جدا اليهود. كان ليهم اليهود ليهم ثلاث انواع من المفكرين. الاسيين كانوا النوع الثالث بتاع الفلاسفه المقدسين في افكارهم. ويقال يقال لكن الكلام ده مش ثابت ان يوحنا المعمدان كان شخص بالنسبه لهم راعي او اتربى تربيه اسينيه، لكن الكلام ده ما فيش حد متحقق منه لحد النهارده، هو يقال فقط. نرجع بقى للرهبنه بتاعتنا، الرهبنه ظهرت بره كرسي اسكندريه. مرقس الرسول اللي هو احد حواريه المسيح او التلميذ لما جه بشر في اسكندريه، ومن اسكندريه انتشرت لباقي المملكه المصريه في الوقت ده او باقي ارض مصر. اي كرسي بينشا بينشا مكان البشاره او الكرازه اللي عملها تلميذ المسيح. كرسي مصر او كرسي اسكندريه من اقدم الكراسي، احنا عندنا ثلاث كراسي قدام جدا على مستوى العالم، اهم ثلاث كراسي كرسي مصر، كرسي القسطنطينيه، وكرسي روما. دول الثلاث كراسي القدام. واول لقب اطلق على بابا اطلق على بابا عندنا هنا في مصر سنه 256 تقريبا، وهفتكر لكم اسم بابا. اول واحد اتقال عليه كلمه بابا، عشان احنا عندنا مشكله ان بابا روما هو البابا الاعظم، في باباوات موجودين في اماكن ثانيه لكن هو الحبر الاعظم او رئيس الباباوات البابا الاعظم الكبير اللي بيضم الباباويات دول كلهم تحت. لكن مصر هنا مش تحت، القسطنطينيه برضه مش تحت ايد حد. في الاروان اللي هم الكاثوليك كلهم منضمين تقريبا 85% منهم منضم تحت ايد بابا روما. ارجع تاني هنا للرهبنه هنا في مصر واقول انها ظهرت بره اسكندريه. وليه اسكندريه تحديدا وليه انا اشتغلت النقطه دي؟ لان اسكندريه كانت مركز اشعاع قوي جدا للعالم كله، العالم الحر القديم. كانت اسكندريه ثقافه يونانيه، حضاره رومانيه، حضاره مصريه، اليونان كانوا فيها، الفرس دخلوا فيها مكتبه اسكندريه. ويكفيني ان انا اقول ان مثلا مكتبه لوجان اللي كانت بتطلع دكاتره في فرنسا كان لازم يجي مصر هنا الاول ويمتحن هنا في مصر عشان اقدر اعتبر ده دكتور. يعني بيجي هنا مكتبه اسكندريه يتعلم الطب على ايد المصريين والفلاسفه الموجودين ويرجع بلده تاني. دي حاجات بتتكلم ان اسكندريه كانت مركز اشعاع، طبعا بتتكلم باللغه اليونانيه. لكن الرهبنه ما ظهرتش في الحته دي، الرهبنه ظهرت في اوساط فلاحين وهنا اداها عمق تاني. يعني انا لو كنت ظهرت في اسكندريه كنت هقول ان انا معتمد على الحضارات القديمه دي كلها، تجمع الحضارات اللي موجوده في اسكندريه. لكن مع الاسف الرهبنه لما ظهرت وخرجت في مصر هنا خرجت جوه اوساط الفلاحين، الناس المرتبطه بالارض، الناس اللي كانت بتتكلم بالخط القبطي اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي او اللغه اليونانيه المكتوبه بحروف يونانيه بنقول عليها دلوقتي اللغه القبطيه، هي مش لغه هي خط. وطبعا الثقافه المصريه الثقافه المحليه بتاعتنا غنيه اللي هي الثقافه المصريه اصلا. في اب اسمه بيرتك لوروا ده من البربان الدومينيكان اللي كان ليهم دراسات من سنه 1920 وبدا يتكلم عن الرهبنه اللي ظهرت في مصر في اوساط الفلاحين. ايه اللي ممكن تكون كسبته
من أوساط الفلاحين خلاها مستمرة لحد النهارده. احنا نقدر نقول ان الرهبنة لو ظهرت في اي مكان تاني كان ممكن تكون زي اي نبت، ممكن تيجي عند اي وقت وتنتهي، لكن وجودها في مصر من أوساط الفلاحين ادها بعد جديد خالص بالنهايه. ايه هو اكسبهم؟ نفس الصفات التي نلحظها الان، انهم سكوتين، حضريين، انفراديين، معتدلين في مظاهر تقشفهم، حذرين في تعليمهم. هم اصحاب حكمه الارض، حكمه الارض السوري. رهبنتهم اكثر توحدا واقل تنوعا من الرهبنه السوريه مثلا. الشلال الفينيقيه اللي موجوده عند السوريين واللبنانيين هي جينات فينيقية ميالة للترحال، ميالة للتجارة، لكن المصريين ميالين للأرض. أنا مرتبط بالأرض، مفيش عندنا فلاح يزرع الأرض ويسيبها ويمشي، ما بيحصلش، يفضل قاعد جنبها ويراعيها، لازم يتابعها في أدق مراحلها لحد ما بيحصل الحصاد بتاعها، إحنا عارفين ده. والنهارده إحنا لما بنحب ناخد حكمة من حد كبير بنقول للناس الكبيرة المرتبطة بالأرض، الفلاح أو الصعيدي اللي جنب أرضه. لما بعد اكلمه ممكن يديني كلمه صغيره موجزه توفر لي او تلخص لي كل الموضوع اللي ممكن اتكلم فيه، راي بسيط وصغير، وهي دي حكمه طبعا. احنا هنتكلم عن الجينات الفينيقيه والميل الترحال والتجاره اللي هو مرتبطه بالسوريين، ويعتبرون انفسهم غرباء من العالم، وعن مكان نشاتهم واصدقائهم وزويهم، والسفر والترحال بالنسبه اليهم يعد تشتتا للفكر وخطر على الهيسخيا او السفينه. الهيسخيا هنا ده مفهوم كان اقترحه او طلع عنه واحد اسمه سينيكا. المفكر سينيكا ده كان موجود قبل الميلاد بحوالي 45 او 50 سنه، وهو اللي كان بيتكلم عن الانسان، بيتكلم عن حاجه اسمها السكينه الداخليه، ان الانسان يكون هادي من جواه. انا ممكن اشوف انسان بسيط خالص وهادي من جواه، لكن هو بيغلي مع اقل كلمه هيطلع ظالمينه عليا. وفي انسان ممكن يكون بيعمل مشكله قدامي، لكن هو من العمق بتاعه هادي. هي دي مفهوم السكين او السكين. سئل احد الاباء عن الاغتراب، قال ايه هو؟ قال ان السكوت التام والتخلي عن الاهتمام بالدنيا ذلك هو الاغتراب. يعني الانسان لما يحب يغترب، سكون تام والهدوء تام والصمت كده، انا بغترب عن كل ما حولي، حتى لو انا قاعد في ارض وفي مكان. الرهبنة جات لنا ازاي؟ او جات لنا المصادر بتاعتها ازاي؟ او عرفنا منها، او عرفنا عن الرهبنة دي من بره مصر ازاي؟ من الكتابات اللي هنتكلم عنها. مصادرها الاساسية كتابات الرحالة اللي زاروا مصر في القرن الرابع والخامس الميلادي. وعلى سبيل المثال كان كتاب اسمه تاريخ الرهبان والرهبان الفلسطينيين السبعة في القرن الرابع الميلادي، وتاريخ الرهبان لوفينيوس اللي زار الوادي في المرة الأولى سنة 375 والثانية 394. وقد سجل الرحالة مشاهداتهم وحواراتهم مع من التقوا بهم من الرهبان واللي شافوه بعينيهم. هم سجلوا اللي شافوه، سمعوا من الآباء، سمعوا من الرهبان اللي موجودين، وسجلوا الكلام ده وكتبوه. الكتابات دي موجودة، موجود جزء منها في الفاتيكان، موجود منها جزء في المكتبة الوطنية، مكتوب جزء منها موجود في مكتبة الكونغرس. في مكاتب كتيرة خدت حاجات زي كده وتحقق فيها المصادر بتاعتها. كمان سير انطونيوس بخوميوس وشنودة، السير دي كتبها ناس كتير. انا عندي سيرة بتاعة انطونيوس كتبها بابا مصري اتنفى عن الكرسي بتاعه، قعد في ريف فرنسا، كتب من تأثره بانطونيوس وشخصيته، كتب سيرة انطونيوس وسابها هناك. وبسبب الكتابة دي خلى اوروبا عرفت ايه هي الرهبنة في المسيحية، مش بره المسيحية، ايه هي الرهبنة داخل المسيحية، وبدأ تاخد مفاهيم تانية وتتطور. وعندي حاجة بقى اسمها أبو ثيجماتا باكلو. أبو ثيجماتا يعني الأقوال المقصورة أو الأقوال القصيرة، باكلو يعني الأبوية التي للأباء. في أقوال بلاديوس، أو بلاديوس عمل كتاب وسماه التاريخ اللوزياتي، أو هو عمل أقوال بلاديوس وأهداه لواحد اسمه لوسيوس. لوسيوس ده كان قائد في روما، لما اهدلوا الكتاب اتسمى على اسمه بعد كده الكتاب باسمه التاريخ اللوزياتي نسبه لوسيوس اللي اهدلوا الكتاب اللي هو روفيوس اهدلوا الكتاب باسمه. جيروم
اللي احنا قلنا عنه في الفترة دي كان موجود، اللي هي الفترة احنا قلنا ان روفينوس زار مصر 375 ورجع 394، مرة قعد 7 سنين ومرة قعد 9 سنين. في المرات دي في الفترة دي كان ليه صديق اسمه جيروم، الاثنين أسقفة، روفينوس بقى اسقف بعد ما رحل مصر، راح قعد في فلسطين شوية، بعد كده رجع بلده تاني. من كتر الأقوال عن الآباء، من كتر الالتزام والتنسق الشديد من اللي شافه، لأنه عاش هنا 7 سنين وتعب، على فكرة تعب هنا في مصر، تعب من نسك الآباء هنا، وقعد يتعالج في مصر، وراح قعد في فلسطين شوية تعالج فيها شوية تانيين، بس نقل النسك ده لحياته، بدأ يديله معنى تاني لحياته، مع خبراته ومع دراساته اختير هناك بيكون كمان هو اسقف. فجيروم بيكتب لصديقه روفينوس بيقول له ايه؟ بيقول له لقد سمعت انك تغلغلت الى المواضع الخفيه في مصر زائرا جماعات الرهبان وطائفا بعائله السماء على الارض، واخيرا انجلت للحقيقه بكل ثقلها روفينوس في نتريا، وقد وصل الى الطباو مقاريوس. نتريا دي حته موجوده اسمها جبل البرنوم شمال كينيا او كينجو، عندنا نتريا كينيا وشديد، ثلاث مواضع دول موجودين من هنا لحد اسكندريه، كينيا ونتريا، يعني كينيا في النص، نتريا شمالها، ويعتبر بالنسبه لها الجنوب هو شديد. روفينوس رد عليه وقال له ايه؟ قال له هذه هي البريه الصحيحه، حيث يبقى كل راهب في القنيط منفردا، حيث الصمت الهائم والسكون العظيم. هو كده كان بيلخص التجربة، لكن طبعا كان في حكايات كتيرة بيحكيها عن وجوده مع آباء الرهبان. بدأ يسمع عن قصص آباء الرهبان عشان أقدر أتكلم عن الرهبان وأعرف هي نشأت مين القوات بتوعها أو القادة الكبار العظام بتوعها. عندي أربعة لازم أتكلم عنهم، كل واحد فيهم إداني مفهوم للرهبان مختلف عن التاني. أنا مش هتكلم ان كل واحد فيهم كان ليه ميل لحاجه او مشكله بتاعته، لا اتكلم عن الفكر بتاعه، وده اللي المفروض نعرفه. يعني الاجانب لما بيجوا مصر احنا كمرشدين المفروض ان يسمعوا الحكايات دي، لما بيروحوا دير الامبراطوريوس الكبير بيتقابلوا مع الرهبان، في رهبان هناك بيتكلموا كل واحد بلغته، هيكلموا ويقول له اللي هنسمعه عن انطونيوس، في حاجات نقدر نقولها عن انطونيوس وفي حاجات مش بتاعتنا، يعني ما تلزمناش في شيء. اول حاجه كان احنا لازم نعرف ان هو كان من بني سويف، ولد سنة 251 ميلاديين، غنيين جدا، ليه اخت من بيت طقي، فجأة راح الكنيسة سمع آية بتقول إذا أردت أن تكون كاملا إذن وبيع كل مالك كويس وتعالى بقى، آية بسيطة. في رسائل أثناسيوس عن أنطونيوس كان بيقول إن أنطونيوس من داخله كان من جواه يبتغي حياة الكنيسة الأولى، اللي فينا بيقدر يقرا سفر اسمه أعمال الرسل جوه الإنجيل يعرف بعد المسيح مساب تلاميذه إيه اللي حصل بعد كده، هيكتشف إن الكنيسة الأولى كان فيها روح واحدة، فيها روح ملتهبة بالإيمان، فيها فكر واحد، فيها مصاريف واحدة، فيها قاعدة واحدة، فيها اعتزال بكل الشهوات. فطبعا أنطونيوس كان عنده الفكرة دي، فلما راح الكنيسة وسمع الآية دي بدأت تشتغل في دماغه، فخلاص أنا دلوقتي الدعوة جاتني أو الفكر اللي في قلبي بدأ ينمو، بدأ يتراعى، بدأت تظهر الفكرة وتتبلور في دماغي، فأنا ليه ما أسيبش الدنيا وأروح فعلا أعيش، أسيب الدنيا كلها وأعيش مع الله. حلو، أنا عندي مشكلة في أخته، كلم أخته، أخته قالت له ما تسيبنيش، دخلني أنا كمان مكان للعصر. لاحظوا بالفكرة دي احنا عندنا اول الرهبان اسمه أنطونيوس، عنده اخت قالت له وديني الدير العذارى، هي الفكره دي جايه منين؟ هي ولي لحظه؟ لا، في فكره مصريه قديمه زي ما احنا قلنا، ان انا عندي مخزون حضاري جوايا بيقول ان انا وقت ما كنت بطلب السكينه ممكن اخرج للصحراء اتعامل مع الارواح الشريره، ابتعد عن كل ما يربطني بالعالم من الفكر من الشهوات، وابتدي انتصر على الروح الشريره وانتصر على ذاتي، قلبي هيهدى، دماغي هتهدى، هوصل للحياه اللي انا عايزها
الفكر المستقيم او اللي احنا بنتكلم عليه زي قال سينيكا اللي يسخنه السكين الهدوء. انطونيوس فكر نفس التفكير زي اجداده، بدا خد وقته راح بدا ضد العذاره بيض العذاره. معنى كده ان كان في الفكره دي ان يكون في ناس بعيده او بتحتجب او بتترهبن او بتتبتل ابتغاء بطريق الدين بتاعها او العقيده بتاعتها. الفكره موجوده مش فكره جديده، وزي ما احنا قلنا هي مش مرتبطه بالمسيحيه. فانا عندي فكره في مصر القديم الاثنين اجتمعوا جوه انطونيوس ودخل جواه الفكره، وانا بره اعيش. طبعا انا بقول كلمه تجرب لكنها كلمه مش موجوده، لكن بدا يخرج من الحياه، ودى اخته سابها للدير وبدا يخرج هو يروح يترهب ان كلام مش كلمه مش مظبوط. بدا يعتزل الدنيا، راح لحته اسمها قريه الميمون موجودة على النيل، وفي دير موجود دلوقتي كنيسة قديمة. أنا شفت الحوض اللي كان بيتعامل عليه ويغسل فيه خوص، هم قالوا إن المكان ده بيغسل فيه خوص، هو فعلا حجر قديم من الجرانيت متاكل نصه وعلى النيل على طول. الراجل راح بدأ يروح هناك يعيش حياته للوحدة وبيتأمل مع نفسه في صلوات كتيرة، مستغرق مع نفسه وعايز يوصل للطريق السليم، لحد ما اتمرن من مرات هو بره قلايته. طبعا كلمه قلايه مش مظبوطه هنا، بره الاوضه بتاعته او بره البيت بتاعه، لقى ستات جايين يستحموا في النهر فكشفت رجليه، فهو غطى وشه وقالها اما تستحي يا مراه واما راهب. فرد عليها لو كنت انت راهب كنت خش البريه الداخليه. طبعا هنا هو اعتبرها رساله هي المراه ان الفكره دي هي دي الحقيقيه، انا ما اقعدش وسط ناس وانا كده هتأثر، ما اشوف ستات، ما اشوف ناس بتبيع، ناس بتشتري، انا كده دخلت العالم، انا اتخطيت العالم ان انا اعتزلت عنه. فهو اضطر يعمل ايه؟ راح واخد نفسه واعتبرها رساله الهيه دي، وسحب نفسه وراح لجبل القنزم اللي هو مكان ديره موجود دلوقتي، والمغاره بتاعته موجوده اللي قاعد فيها، وهي ارتفاعها حوالي 900 متر عن سطح الارض. وراح هناك وقعد مع نفسه وبدأ يعيش حياته، وبدأ يتعامل مع حياته الجديدة، يعرف مشاكله الداخلية ايه ويتعامل معها. في الفترة دي ظهر قدامه شخص زي الوضع الطيبي، او اللي هو احنا بنقول عليه ابن بولا او السواح، ودي ده اسم الرسم جوه الكنيسة. حلو، اتعامل معاه وراح شافه وقابله وعرف منه قصته، واللي بلغ قصته أثناسيوس الرسول أو البابا أثناسيوس هو الأب أنطونيوس. بدأ الأب أنطونيوس زي ما احنا اتفقنا كده إنه يتعامل مع نفسه في البرية، اضطر إن يكسر خلوته. احنا كده دخلنا في الخلوة بتاعتنا، هل أنا عشت كده حياتي معتزل عن الناس ما بتعاملش مع حد ما بعملش أي حاجة؟ طبعا لا، في ملل بيحصل، في ضجر، في دراسة، في حاجات. ايه الرابط بين الفكره اللي انا بتكلم فيها؟ انا قلت الموضوع الفكر دي كان موضوع مصر. ايوه. طب ايه الموضوع اللي عامله في الدين؟ دين المسيحي. انا بقول لك ارتباطه بالفكر اللي قاله اثناسيوس بالكنيسه الاولى، ان الناس كلها بدات تسيب اهلها، لان انا دلوقتي ممكن اخويا مش عايز يبقى مسيحي، بدا يعاديني، فاعتزلت عنه. لا، انا كتير اللي كان دائم بين المجتمع. كويس. المجتمع الفكر الرهباني يعني. ايوه، النقطة دي اللي هي الوصلة بين الفرعوني أو تاريخ الفترة الفرعونية والفترة المسيحية اللي هي ظهور السيد المسيح. الفكرة هل جاية من السيد المسيح؟ لا، المسيح ما علمش عن حاجة. أنا عايز الرهبانة خالص. الرهبانة فكرة بس أنا عايز أأكد عليها. ما أنا لسه بقولك هي الفكرة المصرية لكن بدأت تاخد الصفقة المسيحية. حضرتك مرشد، صح كده؟ شفت صدف الافروديت، الصدف اللي احنا بنشوفها دايما كده جواها البنطقراطور او الحنية، صح كده؟ دي ما كانتش اسمها حنية، ما كانش اسمها بنطقراطور في الاساس، دي كانت صدف الافروديت. كويس، اسطورة يونانية ان الافروديت بتفتح وبتشوف الجوهرة كثيرة السمن اللي جواها. حلو، والكلام هنا مشابه الكلام جوه الانجيل بالصدفه، لكن هي ملهاش دعوه يعني حاجه مختلفه.
فالفنان عمل ايه؟ خد شيء وراح معمله، يعني لبسه الصبغه المسيحيه، بدا يحط حنيه جوه المسبح ويحط جواه المسيح، وبقى اسمه حضن الاب اللي صور فيه دايما المسيح في الهيكل من جوه، بقى اسمه الانتقراطور. جاء الاسلام خدها وخلاها المحراب، هي كده اتطورت. لكن هي فكره، الفكره مسيحيه صرف او اسلاميه صرف، لا هي ولا دي ولا دي، هي في البدايه يونانيه. فالفنان اليوناني حب يمثل الاسطوره حسب ما هو عارفها، وبدا يكتبها، بدات الناس تاخدها وتفكر فيها. احنا عندنا الحنيات موجوده مثلا في المميز بتاع بنطره، يعني طبعا الدكتور يغني استاذنا الكلام في الكلام ده احسن مني. في المميز بتاع بنطره الحنيات كان فيها النصر الروماني، وفي حنيات تانيه كان جواها الصليب اللي هي بقت كنيسه اتعملت جنب معبد بنطره، جنب المميزة على طول. يعني هي الفكرة بتاخد الشكل. هل نفس الفكرة هي ولو تعارض بسيط مع أساس الديانة؟ لا. أنا لسه بتكلم إن يوحنا. لا 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 خليك على عكس، على عكس ده حلو، ده شيء يوصل لا الموضوع. لا بس عشان في كام نقطة إحنا لسه اتكلمنا في إيه؟ كان منها نقطة اللي هي بتاعت التجسد، وأنا جعلتها بس عشان إحنا لسه كنا بنتكلم عن يوحنا المعمدان المكلم، وقال إن من الأسينيين. يوحنا المعمدان ده المفروض ان هو كان السابق للمسيح. الكنيسة بتقول عليه كده السابق السابق، هو اللي سبق المسيح وهو اللي عمد المسيح كده كويس. هل يوحنا المعمدان اقدر اقول عليه كان عنده الفكر الرهباني؟ هو عاش حياته زي الراهب، لكن هو كان مفهومه ان يعتزل الدنيا خالص ويبتدي يتأمل ويعيش بفكره وقلبه وعمره. لكن الافكار الدينيه متشابهه في الكل، ان في ممارسات تقويه في ظهر في التخلي عن فكره الجواز، البعد عن النساء، وبرضه بالنسبه للنساء البعد عن الرجال، يعني البعد عن الشهوه من الاخر، الفكر في العقل حلو كده. فهي دي في افكار هو بدا ياخدها ويحط عليها. يعني ما فيش نص صريح او غير صريح بيدل بيدل على الاتجاه للقصه اللي اتكتبت متاكد لي الكلام بيتكلم عن الانترنس. سمع جمله مهمه جدا، اذا اردت ان تكون كاملا اذهب وبيع كل ما لك وتعالى اتبعني. هو خدها طبقها حرفيا حرفيا هنا ومعنويا برضه حرفيا، انه ساب كل امواله، ساب كل ما يربطه بالعيله وراح يمشي مع الله. يمشي مع الله، عايز يصلي، عايز يعيش في مكانه في الله. بالظبط. السؤال العام، ليه الرهبنة ظهرت في مصر؟ مع ان في ظروف نشأتها كان العالم المسيحي كله تقريبا ظروف واحده، سواء في مرحله الاضطهاد او في بعد كده الاعتراف بالدنيا الاخرى. ايه الاسباب اللي خلت الرهبنة تظهر في مصر تحديدا؟ وخارج الاوساط الثقافيه الهلمستيه. اللي هي في اوساط الفلاحين زي ما كنا بنتكلم من شويه، دي بترجع للعوامل المصريه القديمه وفكره ممارسه العقيده المصريه القديمه والخبرات اللي تكونت بينه وما بين المقدس. بالظبط. المخزون ده تجمع في مجموعه من الشخصيات اللي هي اسست الرهبنه وانتشرت في العالم المسيحي، وحطوا لها كمان قوانين وقواعد واصول موجوده النهارده العالم كله ماشي عليه. ولا اللي تحط عليه الصبغه المسيحيه بتاعته، ان هي ما تتعارضش مع المسيحيه وما تتقاطعش معها. وفي نفس الوقت بنقول ان الفكره ما هياش قاصره على المصريين فقط، على اعتبار ان هم كاصحاب ديانه قديمه جدا وليها تطورات وراها. كل التجمعات اقول ان البشريه حصل فيها نوع من النسك او الزهد او العزله، طلبا لايه؟ سواء للاتحاد مع الولاد او مع الواحد، او للخروج بعيد عن الشهوات والتخلص من اعباء الدنيا ومشاكلها وهمومها، عشان يصطفي بنفسه ويرتقي بيها لدرجه الكمال. دي واحده من النقط المهمه جدا. لكن فكره مثلا التجسد اللي انت حضرتك كنت بتتكلم عليها ما هياش ورده. ما هياش ورده في الفكر الهندوسي. ليه؟ لان انا بتكلم على دورات للولاده. يعني تكرار للحدث، ميلاد وايه؟
وفاء. يعني الخليقة فدلال الفناء ده قانون الفناء الثابت عليه ده يحصل ايه؟ الروح بتبدأ تتناسب لكن مفيش تجسد لأنه هدف الراهب في الهندوسية إن هو يوصل في الآخر للنيرفانا والنيرفانا معناها إيه عن الاتحاد بالواحد. وصول للغاية كمان. لا احنا بنتكلم فكرة دي ربطها ايه بده وبالله ما دي فالنظر العام ده مش بشكل يعني مش عايز اقول رأيي فيها عشان حضرتك بس يعني ما بعرفش النقطة الأخيرة بقى في معلش يا مجد ناس فكرة انه المسيحية هل فيها ما يشير لفكرة الرهبانة او ان هي كديانة فيها نصوص بتقول لي انه يبقى راهب ما فيش لكن هي التجربه زي ما احنا قلنا سمع الايه بشكل معين وهنسمع بعد كده في باكونيوس مصر على التحديد فكره اللجوء الى العزله والرهبانه كان ليها اسباب ليه فكر مختلف فليه فكر مختلف الدوافع اللي دفعته للاتجاه العزله ده برضه من سبب معلش بقى انطونيوس بدا يطبق القواعد الرهبانيه بتاعته انه طبعا هو ما كانش عارف ان هو اول الرهبان هو الراجل بيبتدي يعتزل وبدا يكتب شويه حاجات بدا يتلمس حواليه بدا يتلمس حواليه الناس في فتره من الفترات اللي كان موجود فيها البدعه الهندوسيه او الناس اللي درست المجامع في الفتره المسيحيه المبكره ان كان في مشاكل كبيره وفي واحد اسمه ايوس عمل مشاكل كبيره في الفتره دي سيطر على مراكز الطاقه واصبح ليه نفوذ اللي اسمه ايوس وكان ساعتها البابا اوسلسوس الرسولي هنا في مصر هو البابا السكندري القوي اللي هزمه مره واثنين فهو مش قادر عليه فكان يعمل ايه؟ كان بيلتزم دايما بالسنن يروح يديله زومبا عند مركز صناعه القرار عند الامبراطور الروماني وتبتدي العمليه توصل للولايه الرومانيه هنا في مصر. من ضمن المرات كان اثناسيوس منفي او مطلوب القبض عليه فنفى نفسه اجباريا وبدا يعيش في القفاء والبهائم فتقابل مع أنطونيوس. الصور اللي موجوده دي الصور اللي موجوده جوه الكنيسه لأنطونيوس والاشخاص اللي هنشوفها بعد كده بس هتتوقع عشان تكونوا متعودين عليها اللي فوق هيشرح كنيسه لما يشوفها لازم يبقى عارف الاشكال دي مين. فطبعا في الفتره اللي اثناسيوس فيها هربان اتقابل مع أنطونيوس. اثناسيوس كان عنده فكر راقي جدا وهنعرف لما نوصل لاثناسيوس فكرته العالية كان راجل متربي بكل التربية اليونانية عنده أفكار فلسفية عميقة جدا قدر وهو عنده 20 سنة أو 23 سنة يكون سكرتير للبابا ألكسندروس اللي كان قبله ويروح معاه مجمع ويقف يرد على كل البدع في حدود 318 أسقف. ولا أسقف كلمة مش سهلة ده راجل عنده رعية وعنده رشية كبيرة ومسؤول فلما يبقى واقف 318 واحد على مدار العالم كله وهو واقف المصري يقف يرد على أيوس ويفهمه كانت مش سهلة جدا على واحد زي أيوس ولا على أتباعه وأيوس كان واحد من الأصحاب اللي انحرف طبعا في الفترة اللي هرب فيها أثناسيوس اتقابل مع أنطونيوس. أثناسيوس كان عنده فكر نوستي من جواه لأنه كان إنسان زاهد في كل حاجة وبقى بطل المسؤوليات الجسيمة اللي عليه تعليمه اللي المفروض ينقلها حربه ضد كل البدع والهرطقات اللي كانت بتحصل في الفترة دي رعية زي مصر كان لازم يرعاها كانت مشكلة كبيرة في الأخر فلما يهرب إنسان زي ده عشان يقدر يحتملها لازم يكون هو إنسان زاهد مناسب جوه نفسه من داخله وما كانش راهب وما كانش يعرف انا الرهبان. اتقابل مع أنطونيوس وبدا يسمع من أنطونيوس الافكار بتاعته وبدا ياخد ويدي مع أنطونيوس ويتعلم سيره أنطونيوس ويعرف منه سيره بولا الطيب اللي هو الانبا بولا اول السواح. بدات بالنسبه له زي ضوء النجاه اللي جاب ان في حاجه وانتاج جوه الكنيسه انا ما اعرفوش ده انتاج قوي جدا ده شيء كويس جدا ان الناس بدات تعتزل وتتعمق جوه المسيحيه وجوه تعاليمها بدليل ان لما اتكلم مع واحد زي أنطونيوس الامي والامي هنا يعني ما بيعرفش يتكلم لغه يونانيه خدوا بالكم من دي أنطونيوس ما كانش امي أنطونيوس كان بيعرف يقرا ويكتب
اللغه القبطيه لانه كان عارف الكتب، وده النص الصريح اللي قاله اثناسيوس انه ما كانش عنده حاجه عن الجرامات. الجرامات يعني الحروف، ما يعرفش حاجه في الحروف اليونانيه، لكن يعرف يقرا القبطيه ويتكلم يعني كتبها ويقرا باللغه القبطيه، يعني كان راجل عارف، بدليل انه هو كان بيقول اثناسيوس والكلام ده اثناسيوس انا لما كنت بتكلم معاه اكتشف انه عارف الكتب. كلمه عارف الكتب دي ما تجيش من واحد امي، هو ما كانش واضح بس في كلمه امي اللي كتبها اثناسيوس، ما كانش واضح، لكن احنا عندنا معرفه. طبعا انطونيوس في فتره من الفترات نزل وساب خلوته ونزل الاسكندريه وبدا يعلم الناس، بدا يشد المضطهدين، وفي نفس الوقت بدا يعلم الناس ضد تعاليم أريوس، لان أريوس ده كان عامل زي الهشيم في النار، عصفور النار اللي ما بيجي في اي شويه قش بيولع فيها، الناس بتقتنع لان افكار كتير. عايزكم بس تفكروا كده اللاهوت المصري القديم، دي نقطه لازم نكون عارفينها عشان بس في ناس ما بتقبلهاش لكن هي دي حقيقه. اللاهوت المصري القديم كان بيتكلم عن اله خفي، عن صفات الهيه، ما كانش بيتكلم عن حيوانات بيعبدها، ما كانش بيتكلم عن شيء اصنام، هو ما كانش بيفكر في كده. فكان عنده لاهوت قوي جدا. لما جت المسيحيه اكتسبت القوه في التفسيرات بتاعتها كويس عن طريق اللاهوت المصري، لما دخل الاسلام برضه زاد قوه عن اللاهوت المصري. اللاهوت المصري فسر امور كثيره للبشريه الناس ما تعرفهاش. الثلاث مجامع الكبيره في الكنيسه اللي ما كانش فيها اختلاف على اي كنيسه والتانيه في العالم كله لحد سنه 415، اباء مصر هم رعاتها الكبار، هم اللي كانوا بيحطوا قانون الايمان المسيحي اللي تخش عليه اي كنيسه ارثوذكسيه، اي كنيسه كاثوليكيه النهارده يقولوا بالحقيقه انهم باله واحد، قانون الايمان ده للاخر اللي حطوا اثناسيوس الرسول، اللي حاطينه اباء مصر، وشافوا البدع، منهم اللي اتنفى، منهم اللي وقف قدام امبراطوره وقال لها هيضربك وهيحصل لك. اثناسيوس ده اتدفن بره مصر، ما نجيله هنعرف. يعني اباء الكنيسه العظام عشان كانوا مصريين بالتفسير اللاهوت المصري، خدوا بالكم ده مخزون حضاري، هو ما بيتكلمش هو ثانيات. انا ممكن زي ما قلت في موضوع الحنيه ان انا اخد فكره تفسر لي افكار تانية. المصري ما كانش مربوط، وزي ما سمعنا من اساتذتنا العظام دايما لما بييجوا يشرحوا ان المصري كان ياخد الفكر، ياخد فرس النهر ويقول عليه رمز الشر، وممكن ياخد الانثى بتاع فرس النهر ويقول عليها انها ام كويسه جدا. يعني هو ما كانش عنده فكر جامد للشيء، كان يقدر يطوع الفكر، المهم الفكره او الجوهر بتاع الشيء اقدر افسره ازاي. المسيحيه تقوت بالفكر المصري، الاسلام تقوى بالفكر المصري. لاحظوا دي وحطوا دي ما بين اقواس كتير حتى لو الناس بتزعل. لا ممكن تديني مثال على كده، بالذات النقطه الاخيره على اللي هو تقوى الاسلام بالفكر المصري. انا هديك حاجه بسيطه خالص وشكليه، مش هتكلم، هخليها حاجه شكليه. في القران في مقوله شهيره جدا عن القران انه نزل في مكه، لكن قرئ فين؟ ليه قرئ في مصر؟ ليه ما قرئش في مكه؟ ليه النهارده انت ممكن تسمع للشيخ النقشبندي لكن ما تحبش تسمع مثلا للشيخ السديسي؟ تطرب النقشبندي. النقشبندي مصري. كل الالحان المصريه القديمه اللي انت اعتزلت جوه الكنيسه هي اللي موجوده عند النقشبندي، هو ما اختلفش، وهي اعتزلت في الكنيسه لكن هي مصريه قديمه. فبقى عنده السلالم الصوتيه اللي تبيح له يقدر يستلذ بالمعاني ويقدر يرتبها على الانغام بتاعتها، فانتهى القراءه اللي انت بتسمعها وتستفيد بيها. ده شيء شكلي، انا مش هتكلم على حاجه داخل الاسلام، يعني عشان بس ايه ما بقاش رشاز على حاجه، بس انا بوريك حاجه بسيطه. القراءه لها قواعد ودراسه تدوين. حلو قوي، بس الصوتيه ما بتمشيش ليها ليه؟ اي قارئ ما دام مسلم هو يقدر يتجاوب فيها. بس معايا ليه الشيوخ في السعودية ما بيقروش بنفس النظام اللي بيقروه المصريين؟ ايه الاختلاف؟ انا مسيحي ماشي؟ خليك بس معايا لما هقعد اسمع ده. في قراءات متعددة، خليك بس معايا. في قراءات متعددة. انا هتكلم عن شيوخنا الكبار اللي جاي. القراءة مختلفة تماما.
في الشيوخ المصريين على القراءة الصوفية. يعني في قراءات هي مش قراءات صوفية. لا في قراءات يعني هي مربوطة بمصر برضه. وفرش في السبع أنا عشان في عدد القراءات. ولكن هو المجلس في الصوفية ليه قراءات معينة كبيرة وكبيرة. والمجلس في مصر ليه قراءات معينة كبيرة وكبيرة. في حاجة اسمها قراءات التجويد. قراءات متعددة. يعني قراءة القرآن اروح لحاجه ابعد شويه. ايه امام من الائمه عشان بس انا مش فاكر الاسامي. لا امام من الائمه كانوا موجودين. لا العكس الكلام كله مرتبط بمصر في الاساس. ايه امام من الائمه كان موجود عايش بره مصر وكان ليه احكام قويه جدا في كل حاجه تخص لما جه مصر غيرها ليه. معلش امام الشافعي كان في بغداد المذهب وفتاوى ولما جه مصر اختلف تماما. لا الفتاوى بص هو الفتاوى المذهب عموما في قاعده في قاعده الاسلام اللي هو اختلاف الفقهاء. انا كمسلم حق ان انا اخد الفتوى اللي ارتاح ايوه. فالاختلاف هو اختلاف شخص. بنتكلم عن شخص بنتكلم عن نفس الشخص ده بلد مش بنتكلم عن شخصيه بنتكلم عن شخص. ايه اللي خلاه لما جه في مصر وعاش جواها تعمقه في العلم مطلق لان هو تغيير او تغيير راي الفتوى ممكن يرجع لتعمقه هو في العلم فيظهر قدامه حاجه مختلفه او يغير المكان زي ما حصل من العراق مثلا لمصر فيبقى في حاجه مختلفه تغير الفتوى. دي القاعده العامه. والمسلم له حق ان هو ياخد ايسر الفتوى. يعني في مثلا في الزواج او الطلاق في اه ليه لما غير المكان بدا يتغير هو حضرتك هو المكان ايه تاثير هو ده اللي احنا بنتكلم فيه تاثير المكان وحضرتك حضرتك في نقطه معلش يا نقطه شايف مثلا الرهبانيه انا برضه سالت السؤال ده انا مسجله عندي الرهبانيه او اللي بيصل لدرجه الفتوى في كل الاحوال هو انسان وليس نبي بمعنى ان هو معرض للخطأ او الصواب. فمش كل راي او فتوى المفروض ان هي تبقى صح غير قابله للبعث. ايا كانت القاعده الشرعيه اللي بتطلع من الشخص اللي هو غير النبي او رسول الله. تمام؟ فدي القاعده برضه في الاسلام احنا متفقين عليها. تمام؟ فما ينفعش ان انا اقول له ليه غير رايي؟ هو غيرها نتيجه الظروف. ولو قلت لي الفتوى اللي هو اللي اتكلم اللي حضرتك عايز تختصر بالذكر انا ممكن ما اتفقش معاك. لو انت واصل لفتوى محدده. لا انا ما عنديش فتوى محدده. انا عايز اقول بالنسبه للشرع. انا عايز اقول حاجه. عايز اقول ان التفسيرات بتختلف لما بتعرض لافكار ثانيه. مش معنى كده بص انا عايز اوصلك بس معلومه انا هصحح كده ممكن مثلا مش انت غلط ان انا اقول الاسلام والمسيحيه تقوى من الكلام على العكس هو ممكن يكون لهم تفسيرات صح اكتر من اي مكان ثاني. لكن تقوى يعني مش مساله تقوى تقوى. مساله ان انا انسان بقبل فكر جديد بقبل فكر جديد الاديان من بدء الخليقه للاسلام كله بيكمل بعض مفيش حاجه مفيش ديانه دخلت لتعوق الجنس البشري عموما عشان نبقى متفقين على القاعده احنا مش مختلفين في ده تمام كده. فالنقطه اللي هو في يعني عندنا في قاعده تقول ان في ظهور شيء يعتبر بدعه فالبدعه دي يا اما تبقى حسنه لما تبقى بدعة صحيحة. تمام؟ فأنا كنت سايب السؤال في الآخر. عشان ما ماتش في الكلام. خلص عشان هو لسه في ثلاثة كبار. مش عايز. رغم إن أنطونيوس كان إنسان منقطع عن العالم زي ما إحنا اتفقنا في التأثير الأولاني اللي قاله جيروم اللي هو أنا خريطة والكولوبيوم إن هو إنسان معتزل من العالم جدا إلا إن لما الكنيسة طلبته أو الظرف طلب انه ينزل بدا ينزل وينشي العالم عادي يروح ويتحرك وينقذ ما يمكن انقاذه. يعني هو ما كانش مقفول على القلايه بس ودي فكر جوه الرهبنه. يعني انا مش انسان اعتزلت العالم يعني بقطع نفسي عن الدنيا وعن الميه والشمس والهواء. لا انا ممكن اروح للوحده بارادتي لكن جوايا حب الناس كلها. مش معنى انا رحت للوحده ان انا كاره الناس وده المفروض ان انا عايز اوصله. اللي ما كانش كاره الناس هو كان بيسعى لخلاص نفسه كان بيدور على طريقه لخلاص نفسه مش اكتر.
طبعا هو هنا هنكتشف ان هو قابل مقاروس وقابل قارون قديس أبونا اللي اتكلم عنه في الاخر وسمع باخوميوس. طبعا أنطونيوس عاصر الناس دي والناس دي عاصرته وشافته، يعني معنى كده ان الفكر بدا ينتشر جزئيا، مش معنى كده ان انتشر كتير، هو انتشر بره زي النار في العشرين اكتر من جوه مصر، لكن مصر كانت الفكره اللي احنا بنتكلم عنها الفكره المصريه القديمه، ان انا كل ما هعتزل اقدر اسيطر على نفسي، اقدر اسيطر على شهواتي، اقدر اكون انسان مختلف عن الانسان اللي ممكن يكون عايش وسط المجتمع وفي ناس كتير. ده اللي يهمنا في أنطونيوس. عندي اب تاني مختلف عن أنطونيوس خالص اسمه باخوميوس. باخوميوس احنا بنسميه اب الشرق، وهنكتشف دلوقتي هو ليه اسمه اب الشرق. يقول باخوميوس احتل مكان بارز في تاريخ الرهبنه وتاريخ الكنيسه والمصريه والعالم، كون المؤسس لنظام حياه الشركه للرهبان في حياه دائريه. لا يمكن الجزم ان باخوميوس اول مؤسس نظام حياه للشركه، لانه بيستدل تاريخيا ان في تجمعات رهبانيه كتير، تجمعات يعني معنى كده ان في مجموعه رهبان كل واحد يبني منسوبيه او صومعه جنب اللي جابه، واثنين ثلاثه اربعه خمسه سته 10 20 ويعملوا كنيسه، ويكون منهم واحد كاهن او قسيس يوم بخدمتهم، ودي تجمعات رهبانيه. كان في تجمعات قبل موجود ما يكون موجود واحد زي باخوميوس، لكن ايه باخوميوس اللي خلاه كده؟ انا كان عندي بيت ابنتين تادروس واوزيريسوس، قعدوا يقولوا ايه؟ قالوا بحق ان النموذج والوصل هذا النظام الحياه الرهبانيه هم اللي نقلوا النصوص والقوانين اللي تركها باخوميوس. يعني تادروس واوزيريسوس خلوا القوانين اللي حطها باخوميوس وكتبوها وبدات تترجم وتسافر لكل شتى انحاء الدنيا. انا افتكر ان احنا في محاضره من محاضرات لواحد من العلماء اللي كانوا بيشتغلوا بره في مجال الاقتراض في تحقيق النصوص، كان بيتكلم ان باخوميوس عشان ترتب القوانين بتاعته والكتابات بتاعته انت بتتكلم في صفوف مكتبه لا تقل عن 85 صف. طبعا احنا درسنا الكلام ده ان هو بدا يحطه الى حقق النصوص بتاعه باخوميوس اللي هي القبطيه البرميات اللي كانت مكتوبه بايدين تلاميذه والنسخ بتاعتها، بدا يحققه ان دي بي 1 بي 2 بي سي 5 بي سي 85 بي سي 800 650 85 صف منصوصين جنب بعض كلهم بيتكلموا عن باخوميوس وقوانينه. ايه حكايه باخوميوس اللي موجود عندنا؟ في نهاية القرن الثالث في قرية اسمها قصر الصياد اللي هي طبنسين دلوقتي، أو اللي اسمها طبنسين هي اسمها قصر الصياد وموجودة جنب مرسى علم قريبة من أعمال هنا. اتولد الأب وأمه مسلمين، يعني ما كانش في الإيمان المسيحي بخصوص. عند سن 20 سنة أصدر الإمبراطور قسطنطين إن لازم يحصل وقت لتمرد ملك الحبشة، فخد كل اللي يقدر عليه من الشباب في هم سن العشرين في حدود العشرين وجندهم تجنيد إجباري. التجنيد الإجباري كان بيحصل كما لو كان أسر، يعني الناس كانت بتقتاط من المعسكرات أسر مش تجنيد، فكانت المعاملة سيئة جدا. فمن ضمن المعسكرات دي جماعة مسيحيين طلعوا قريبين من طيبة في ترحلات أو انتقالات بتاعة الجيش والمعسكرات وهم واخدين اكل وفواكه بيقدموها للعساكر. فباخوميوس من ضمن العساكر المجندين، فبيسال ايه يا جماعه ده؟ قالوا له ابدا اكل خدكم واشرب. طبعا انبسط لانه ما كانش بيشوف الكلام ده في المعسكر. طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ فكانوا بتوع طيبه بيقولوا له اصل احنا مسيحيين. قال لهم يعني ايه مسيحيين؟ قالوا له المسيح قال لنا ان احنا نعامل الغرباء ونقابلهم ونعامل اعدائنا كما لو انهم اهل بيتنا. فهو انبسط، لقى أكل ولقى شرب في ظروف صعبة جدا، فقرر إن هو لو حصل إنه راح خلص الأسر ده ورجع سليم، أنا هدور على إله المسيحيين ده وأشوف إيه ظروفه وأتعامل معاه، ويا بقيت مسيحي يا ما بقتش. وراح خلص التمرد واتسرحت العساكر، كل العساكر بدأت تبني وتروح لبيوتها ما عدا باخوميوس
وراح دور على حتة قريبة من هنا ودور على كاهن كنيسة وبدأ يسأل أنا حصل معايا كذا 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 هو المسيح ده إيه؟ طبعا لما قعد معاه بدأ يعلمه مبادئ الإيمان المسيحي شوية بشوية راجل قبل المسيحية اتعمد بقى مسيحي طب أنت عايز تعمل إيه؟ قال له الظاهرة اللي ماشية اليومين دول إنك ممكن تعتزل العالم وتكون عايش مع نفسه فالراجل قال له طب أعمل إيه يا أبونا؟ قال له خد لك أي معلم مرشد فراح دور على أب راهب أب راهب متوحد وأنا بس عايز أبقى يعني الألفاظ عشان الكلام ده هنقوله في آخر حياة الأب بخلص راهب متوحد راح عاش معاه ياخد منه مبادئ الرهبنة أو التوحد في الفترة دي ما كانش اسمها رهبنة كان اسمها توحد والعزاب بدأ ياخد القواعد دي وبعد ما خلص القواعد دي وعاش معاه راح خد مكان قريب من المعلم بتاعه وحطه في نص الطريق وعلى طريق وكان في فكرة في دماغه الفكرة القديمة للمسيحيين اللي كانوا قبلوه الناس دي كانت بتعاملني بمواد زيادة هي دي المحبة بتاعت البني آدمين إن البني آدم يحب بني آدم زيه فبخلص بدأ يتعامل بالمبدأ ناس معدية يعزم عليهم ويمسك فيهم لازم يقعدوا تحت حد مسافر ويغسل رجله حد مريض ويسمع المريض يطلع جري على البلد ويروح يخدم المريض في أوبئة في مكان يروح يخدم فيه كانت الفكرة عنده إن المسيحية مرتبطة بالمحبة اللي أنا أقدمها مش مرتبطة إن أنا أعز العزلة دي ده كان فكر مخبز حط الفكرة دي في دماغه رغم إن هو بدأ إيه؟ متوحد انعزل بعد ما معلمه اتوفى معلش أنا مش حافظ الترتيب كويس قوي يعني كويس راح لأحد المقابر المخصصة لكهنة سرابيون ولجأ للصحراء لتطلب العبادة تأثره بحادثة مقامة المسيحيين به والأقرب لفترة الحرب جعلوا ياخذ تفرغ العبادة مع تقديم المحبة الأخوية لمن حوله يقدم خدمات للعابرين في أسفاره خدمة للمرضى وهكذا لصقل خبراته كان عليه أن يتخذ أبا قديرا وكمرشد ومعلم يعلمه الحياة المسكية والطرق الروحية السليمة التي يقصدها في حياته كي يبني حياته ويسير في طرق قويمة ومستقيمة تتلمذ على يد القديس الشيخ بلامون قضى معهم 4 سنوات بدون أي إشارة لحاجة اسمها حياة الشركة بل قضى حياته تلك الفترة كناسك متوحد مجاور لمعلمه وبعد 3 سنين اتجه جنوبا وبدأ يفكر في إنشاء دير وأخذ مشورة معلمه فساعد وظل كلاهما يتزوران حتى نياحة القديس الأب بلامون أنا عايز أعمل دير قال له روح اعمل الدير الدير الفكرة دي كانت ساعتها يبقى ما كانش الدير زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي فكرة الدير في الفترة دي إن أنا أعمل صومعة الصومعة راهب واخد قلاية صغيرة في قلاية في ظهرها 2 تانيين 4 تانيين 6 تانيين نعمل سور صغير بيننا حلو ده هو الدير لكن في الفترة دي ما كانش فيه سور لكن بدأ بخمس فقط ازاي هعمل الدير؟ اول واحد قاله اخوه يوحنا اللي كان اكبر منه اخو بخمس قال له انا سمعت عن اللي انت عملته والكلام ده كله وانا بقيت مسيحي هعمل ايه؟ قال له تعامل معايا بدأوا يتعاملوا كانهم رضوان يوحنا اعتزل وخد الاعتزال الكامل لما جه بخمس بدايه الفكره بقى بتاعت انك تكون شركه في مكان واحد ويكون في محبه اخويه قال له طب صومعتك وصومعتي ونبني حواليهم سور قال له لا وبدأت الاختلاف بدأ يبقى مشكلة معرفش يبني السور فهنا كده دي بداية بخلص لفكرة الشركة مات يوحنا أخوه كبير بسرعة وجم 3 رهبان خبطوا على أبا بخلص أبا بخلص احنا عايزين نكون رهبان فرح جدا قال لهم تعالى أنا ممكن رهبان قال له بقى كبر الراجل قضى أكثر من 7 سنين وبعد كده شوية سنين مع أخوه عدى 10-12 سنة بقى أب راهب وينفع يكون مرشد فكانوا رهبان صغيرين أو طالبين رهبنة عايزين يترهبنوا بدأ يحطوهم في الرهبنة وخدوا من المبدأ ده لأن المبدأ ده هنشتغل عليه من أول فين دب بينهم خلاف على سور يحوي صومعتين أو أكثر حيث أراد يوحنا أن يعيش كناسكين بينما كان يأمل بخلص في نظام حياة مختلف يقوم على الشركة الكاملة بينهم لازم أخلص بالصلاة والخروج من محلته فمنح الله له وسيلة أكثر وضوحا أن
عندما يحيى الأخير استقبل عدد من الإخوة من طالب الرهبرة بعد الاختبار جعل لكل منهم مساحة يتصرفون كمتوحدين، ولكن وضع قانون كالتالي: يقيم كل ماسك لوحده ويعمل ليقتات من عمل يديه على أن يضع ما يفيد عن حقه تحت تصرف الجماعة. دي كانت بداية فكرة الشركة. كل واحد عشان يقضي حياته جوه العلاية لازم يقعد يشتغل، يقعد يشتغل عشان يجيب أكل عيشه، عشان يأكل، عشان يشتري أكل، عشان يتصدع من فقر، في متطلبات للحياة. طيب كل واحد كان بيعيش لوحده كان بيخلف الأصول لنفسه، لكن النهارده احنا قاعدين مع بعض، ليه ما تكونش التصرف تحت ايد الجماعة بالكامل؟ يعني كل واحد فينا يشتغل يتصدق زي ما هو عايز، يجيب الأكل اللي يعوزه، لكن الفلوس بتاعتي على بتاع محمد، على بتاع فلان، على علان، على تركان، نجمعها مع بعض ونخليها فلوس مجمعة تحت تصرف الجماعة. ده ما كانش فكر موجود لأنطونوس، ده كانت بداية خمس. وطبعا هنا كان بيتكلم مسار خمس أن يعمل الجميع لأجل بعضهم وليس مع بعض نفسه، كما المؤمنين الأوائل في المشاهير، كما قال الكتاب المقدس في سفر عمل الرسل، إن كان دايما كل الناس بتجيب الفلوس تحطها تحت ايد تلاميذ المسيح عشان تصرف منها على الجماعة الوليدة اللي هي الجماعة المسيحية الناشئة في المشاهير. بخمس صار بخاويس خادما لجماعته الوليدة، يقوم بخدمتهم وإعداد الطعام، فتح الباب للسائلين، خدمة المرضى. طبعا التلاميذ هنا أعجبوا جدا، خدام ببلاش. بعد ما كانوا مرتبين وكانوا بيجروا عشان يساعدوه، شوية شوية بدأت النار تهدى، سابوه هو يعمل الخدمات دي، ومن بلدي كده بدأوا هم يبرطعوا على حسابه. الكلام ده ما عجبش بخمس، أنا مش قاعد عشان أخلي لباس، إحنا المفروض إن إحنا نكون حاسين ببعضين. لكن روح التنشئة المسلية تغلبت عليهم واستحسنوا بعد فترة خدمته لهم، وتجاسموا عما بدأوا به وعملوه كخادم لهم وليس كمرشد روحي لهم. استمرت معاناته معهم لأربع سنوات تقريبا، وقرر طرد هذا المساك لعدم قبولهم بمشروعه في حياة شركة حقيقية. الأكثر أنه عانى من مرارة فشل المرة التانية، مرة من أخوه ومرة من الثلاث أرباع النجوم، وقرر أنه إيه؟ أنه يستقبل ناس تانية، جت ناس تانية، بس المرة دي بقى بدأ الدرس من الأول، لازم يتعادل يعني يعدي الغلطات اللي كان بيغلطها، بدأ يعلمهم إن في حاجة اسمها المحبة في الأول، إن إحنا نحب بعضينا، إن إحنا نعيش مع بعض، بدأ يعلمهم إيه هي أصول الشركة اللي في دماغه. بعد اتساع عدد الإخوة في تنظيم ديره مثلا، عمل إيه؟ بدأ يبني بيوت جوه الدير، أبني بيت زي القرية، البيت كده دورين ثلاثة، أنا عندي ثلاثة أربعة جايين مزارعين، دول يسكنوا مع بعض، ويحط عليهم مدبر، والمدبر ليه وكيل يدبر رعيته. دول نجارين احطهم مع بعض، دول صيادين احطهم مع بعض، دول بنايين احطهم مع بعض. بدا يحط كل طائفه ناس مع نفسها في بيت واحد ويحط عليها مدبر عشان يمنع المشاكل. انا صياد وده صياد، احنا الاثنين بنكمل لغه بعض، تبقى سهل جدا يكون في تعاقد حتى لغتنا تبقى من بعض. وده كان الفكر المتقدم لبخمس في الفتره دي، لما يكون في رهبنه في شركه ديريه جوه دير ما يبقاش فيه سجس، السجس باللغة الرهبانية يعني فيه قلق، يحصل قلق بين الرهبان، يحصل مشاكل. طبعا عارفين مبدأ الجيش، ريح العسكري يتعبك، اتعب العسكري يريحك، هو مبدأ غلط. لكن في الرهبانة بقى عندي مشكلة، إنسان بيبقى معظم الوقت بيصلي، لو قعد يصلي طول الوقت بيفلت، دماغه بتفلت، فلازم يشتغل عشان ياكل، وما هيجي عند وقت رجعان. وزي ما بيشتغل زي ما بيصلي زي ما عليه واجبات اجتماعيه حوالين اخواته، في واحد لازم يعمل الاكل، في واحد لازم يفتح الباب، في واحد لازم يخيط الهدوم، في واحد لازم يعمل غسيل، في خدمات كتيره بيوديها. فالرهبان لازم تتعلم انها تعيش مع بعضها في المحطه. اول حاجه كانت مهمه جدا ان نحط على بوابه الدير اب راهب مدبر دخل سكر الرهبنة وعاش حياة الرهبنة وفاهمها. دي أب مدبر اللي بيجي طالب الرهبنة، الأب اللي على الباب يبقى شايفه كويس، ده ممكن ينفع، ده لازم نختبره، لا ده شوية، لا يا حبيبي انت بس ايه معجب بالفكرة لكن مش الرهبنة بتاعتك.
ترغب المدبر اللي بدا يحطه على الباب عشان تيجي يستقبل منه الناس. ليه بخوميوس توجه لنظام الشركه الديريه مع العلم انه بدا ناسك متوحد؟ الفكره اللي احنا كنا بنتكلم عنها ان انطونيوس في بدايته سمع جمله جوه الكنيسه فلمست قلبه وبدات تتبلور الفكره بتاعته انه يعتزل العالم ويعيش لله بس، يصلي ويشتغل عشان يقضي حاجه بجسده لكن في صلاه مستمره وفي جهاده مع نفسه. دي الفكره بتاعت انطونيوس. لكن باخوميوس كانت فكرته ان انا ايه لازمتي وانا دخلت ديانه جديده بسبب محبه الناس لبعضها، محبه اخويه، الناس بتشترك مع بعضها. فاصبح عندي دلوقتي فكره القلب لكل واحد فيه، واحد اختار انه يكون انا اخويه يعني معتزل، والتاني يكون كلوبيوم يعني مجتمع شركه دير مع بعض. التوجه كان دعوه لكل واحد فيه. كلمه دعوه هنا يعني الرساله اللي كل واحد بيعتبرها رساله. انا ممكن اكون مثلا واقع في مشكله وبقول لو ربنا يظهر لي كده بس، ولا تظهر كرامه ويجي لي رد على اللي في دماغي، واسمع حد بيقول كلمه تديني رد على اللي انا عايزه. هي دي الرساله. انطونيوس رسالته كانت جوه الكنيسه، باخوميوس رسالته كانت جوه الناس اللي قابلته وهو جوه المعسكر وقابلته بمحبه. اكتشف ان المسيحيه ما تنفعش بالنسبه له غير بمحبتها، من غير محبه مش دي المسيحيه اللي انا عايزها. ده فكر باخوميوس. رولاند وولس من الناس الكبار جدا اللي اشتغلوا على كتابات باخوميوس وعلى الانبا شنودة رئيس المتوحدين. والانبا شنودة رئيس المتوحدين الراجل ده ليه فضل على مصر كبير جدا، انه خلى اللغه القبطيه اللي عرفنا منها اللغه الهيروغليفيه موجوده، لانه كان عنده معرفه قوميه قويه جدا. رولاند وولس قال ايه؟ قال الراهب يعيش بمفرده لكن ليس وحده. يعني انا مش عايش لوحدي، روايه دي الفكره بقى، بسعى نحو جميع المتألمين والخطاه واليائسين، بسعى انا مش بروح اجلهم لكن اقدر اصلي عشان اقدر اشوف المشاكل فين، ولو عندي حل اقدر احل اقدر، لكن انا مش كل حاجه اقدر اعملها، لكن بحاول اعمل ده. كما يسعى نحو المجتهدين، يعني الراجل بيعيش معاهم وهم يائسين ومحزنين وهم مجتهدين، الراجل بيمشي معاهم. هنخش بقى بالاسطوره بتاعتنا شنودة رئيس المتوحد. الراجل ده كان صعب جدا، يعني هتسمعوا عنه افكار كتير. اولا هو بالنسبه للمسيحيين كتير راجل يعني هو حلو عليه رئيس المتوحد. انا بالنسبه لي شايفه انسان فوق البشر، افعاله كتير واخطائه كتير، عشان تبقوا عارفين بس هو بشر، عشان بس نبقى يعني عارفين. مشكلته الكبيره انه كان مرتبط، ما كانش بيهمه حد، وسامحوني في اللفظ ده انا بقولها وانا عارف انا بقولها ايه. ليه مرتبط؟ لانه كان ضد كل ما هو احتلال، ما كانش بيحب الاحتلال، وكان بيعمل مشاكل مع السلطات الرومانيه، ووقف في مره من المرات انه منع القمح انه يسافر لروما عشان درجه المتوحدين، وهو راهب مقطوع ما حلتوش حاجه. يعني لو واحد غزله سكينه ولا سيف هيجيب رهبته، ما يملكش الرساله، لكن كانت افكاره قويه جدا، يعرف يستغل الكلمه ازاي ينفذ لقلب الناس اللي حواليه. باخوميوس فكر فكره جديد خالص في الرهبنه، حاجه ثالثه جوه الرهبنه. اولا هو من شندوين قريب من اخمين، سنه 338 اتولد، ليه خال كان راهب كبير اسمه الانبا بيجول، اللي من سوهاج او الناس بتاعت الاثار المسيحيه تعرف ان عندنا ديرين مهمين جدا في الاثار المسيحيه المصريه تحديدا، هو الدير الابيض والدير الاحمر. اهو دول الانبا شنودة وبيجول خال. قديس بيجول كان راهب متوحد، خد ابن اخوه عنده ابن اخته دخل عنده وبدا يعلمه القواعد الرهبانيه، بدا يعلمه اللغه القبطيه وعلمه اليونانيه. ولاحظوا كده ان اليونانيه دي لانها هتفيدنا في مراحل، وعلمه اليونانيه وعلمه الفلسفات كلها، بدا يقرا ويتثقف ويتعلم
وبدأ يبقى إنسان مضطر جدا، وبدأ يسيبوا الحياة وتنيح بيقول وسافر ولقى بشر. جه شنودة أصبح بقى رئيس دير مكان خان. تولى شنودة رئيس الدير الأبيض سنة 383. خلف الخال بيقول الذي أنشأ الدير ودامت رئاسة شنودة للدير 66 عام. بس ظهر الدير على يديه تعددت مؤسساته وتضاعف عدد رهبانه حتى قفز من 30 إلى 4000 من الإخوة والأخوات التي كنا في مكان قريب وليس في نفس مكان الرهبان. يعني هو عمل دير للراهبات جنبه كويس، وبالراهبات دول اللي اجتمع فيه حوالي 4000 راهب كانوا بيمارسوا حياة الشركة الرهبانية طبقا للقوانين بخوميس بعد أن أضيف إليها ما يقضي بالمزيد من العبادة والتقشف. شنودة هنا رجع لأجداد ورجع لأنطونيوس. أنا لازم يكون في تقشف. احنا ممكن نكون شركة مع بعض، نصلي مع بعض ونأكل مع بعض ونكون لنا نظام حياة دائرية ماشي، لكن انا شايف ان في شوية دلع. لازم يكون في تقشف زيادة، لازم يكون في قسوة في العيش اكتر من كده. وبدأ فعلا يفرض دعوة الرهبان، عشان كده الرهبان بدأوا يرفضوا عليه. الناس بدأت تيجي على التشبه، والمصريين يحبوا التشبه جدا. حاولوا الكثيرين تتلمذوا على تعاليمه، وبدأ شنودة يفتح أبواب دير وتلك المجموعة التي كانت تأتي إليه. منذ ذلك الحين بدأت حياة الشركة الرهبانية لا تستهدف فقط العناية بنفوس الرهبان وحياتهم الخاصة، لكن يضيف إلى ذلك العناية بنفوس الجميع وشؤونهم، حيث بدأ تلميذ الأنبا شنودة ينشر التعليم الصحيحة وتنقيتها من الخرافات الوثنية، مكافحة أفكار الوثنيين والهرات قبل إضافة إلى رعاية ضحايا الحروب والأوبئة والمجاعات. وكانت هذه بداية مثلى للمشاركة الإنسانية التي وضع مبادئها الأنبا شنودة وحققها بنفسه هو وتلاميذه، وبطولة صالحة لمقدمته من أعمال متعددة في الخدمات والمساعدة الإنسانية. أنبا شنودة هنا كده الراجل بدأ يفتح الدير لحاجات تانية اللي احنا بنشوفها دلوقتي. لاحظوا إن الحياة الرهبانية في مصر النهاردة هي الخليط لكل التجارب. يعني التجارب دي كلها ظهرت في بطئة واحدة في بوتقة واحدة، وبدأ يطلع منها نسل العظام اللي هم الآباء الرهبان اللي موجودين النهاردة، بيطلع منهم الناس. وعلى فكرة احنا ما بنشوفهمش، يعني الرهبان اللي انتم بتشوفوهم في ملف صور في آخر البرزنتيشن، هتكتشفوا ان الصور اللي بتشوفوها ليهم في الحياة العامة كده حاجة، وجوه الدير حاجة تانية خالص، وجايبينهم حاجات من العصر القديم وحاجات من العصر الحديث. بدأ هنا كده شنودة ياخد الفكر. واحد اعتزل تماما ونزل في اوقات الاوبئه او المجاعات او الهرطقه او ان يكون في مشاكل يحل ويرجع تاني يديله بالي، لان هو ما بيقدرش يعتزل او يسيب الوحده بتاعته. يبقى خوميوس لازم نكون كلنا مشتركين. مفيش دوده قال لا، احنا لازم نكون متقشفين مشتركين ولينا دور اجتماعي. هنا بقى الدور الاجتماعي اللي بنتكلم عنه. اولا في الفترة بتاعت شنودة رسم الموحدين كان في مجاعات كتير، كان بيحصل ان هو بيفتح الدير ويبتدي يخدم الرهبان بتوعه الناس. الناس اللي كانت بتهرب من الاضطهادات وكانت بتهرب من المشاكل اللي بتحصل في الأراضي المصرية كانت بتطلع على الدير، كان بيستقبله لدرجة انه حصل في الحصر من الكتابات اللي كانت موجودة لرونالد ويلس، قال ان في كتابات اكتشفنا انه كان حوالين الدير ما يقرب من 60,000 واحد بيعالجوا بالدير ويرعوهم. يعني شنودة هنا كان بياكلهم ويشربهم ويخدمهم على قد ما بيقدروا، وده خدمه الدير اللي حواليه. دي كانت رؤيه شنودة كمان للنظام في حياته. خلال القرنين الرابع والخامس تزايد التواجد العسكري للامبراطوريه الرومانيه في منطقه جنوب مصر. انحصر الانتاج الزراعي وزاد الضرائب، مما ادى لزياده الاعباء على جموع المواطنين الفقراء. هذا الوضع مع انتشار العبادات الوثنيه وظهور الهرطقات كان سبب في اثاره حاله من القلق والتشكيك بين المؤمنين. في هذا المناخ كانت قدره الانبا شنودة مصر للرجاء وتغيير اجتماعي. هذا التغيير كان تغيير نوعي للمجتمع كله، اذ كان من ثمار خدمه الرهبان الروحيه للمجتمع بكل طبقاته هذا البعد الاجتماعي للرهبان، خلق امال جديده لحياه افضل، ليس فقط في الدهر الآتي يعني في العالم أي في العالم الآخر، ولكن أيضا في الحياة الحاضرة. يعني أنا مش بدور أن أخدم نفسي للحياة اللي جاية للآخر، أنا بعمل لآخرتي، لا،
انا كمان لازم ارعى الناس بحياتنا الحاضره. انا مش بموت نفسي عشان عايز اموت نفسي، انا باميت نفسي حبا في الله، بلغي نفسي واستغفر الله. لكن ده مش معناه ان انا اكرم الناس او ان انا ابعد عن الناس. دي كانت فكر شمول. بسبب العوامل دي وبسبب ان طبعا قلنا ان كان اريوس وكان مشاكل وهرطقات اللي كانت بتحصل، كان بتحصل مشاكل كتير. برضو والاس كان بيقول لي ان تجويد شنودة في الرسائل اليونانية اللي كان بيكتبها كان بيقول انه كان على اطلاع تام بكل الثقافة اليونانية، لانه كان بيستخدم بلاغيات هو الكتابات بتاعته لا يتقنها الا متقن اللغة اليونانية كأهل درة. طبعا القانون اللغة اليونانية ساعد واحد زي شنودة يوصل لأكبر قدر من الناس ويبقى ليه مكانة كبيرة. تنوع النشاط الروحي للأنبا شنودة، اهتم بأمور الكنيسة وأمور الرهبان والراهبات، كتب الرسائل الروحية منها رسالة بابا تيموثاوس ورسالة الأنبا يعني رسالة الإمبراطور سيروسيوس والبعض الآخر العلمانيين والبعض الكليروس. مجموعة كبيرة من عظاته كانت ضد الوثنيين، عظات أخرى كانت في مجال العقيدة والإيمان والأخلاق. اهتم أن ينقل اللغة القبطية والأدب الديني من التأثيرات اليونانية. نمت اللغة القبطية والأدب القبطي في عصره، ورغم هذا فلا نستطيع أن نتحدث بنفس القدر عن نمو الشعور القومي، ولكن نستطيع أن نؤكد على بداية استعلان الضمير القومي. لهذا فإن الأنبا شنودة لم يكن فقط الأب الروحي السائر على عيد أبنائه، لكن كان وطنيا صميما هاجم كل أشكال الظلم التي كانت تقع على أبناء وطنه. كان صعب، كان شخصيا ما أقدرش أقول عليها غير إنها شخصية مشاكسة وسابت لي تراث قومي. في أحد المحاضرات في جامعة المحافظة على التراث الروسي أو جامعة الأصل القبطية قابلنا واحد زي كارل إنبيك، كان بيقول إنه عشان يجمعوا رسالة أو قصاصة للأنبا شنودة بيروحوا أربع دول مقصوصة، مثلاً 10 سنتي في 10 سنتي موجودة في المكتبة الوطنية، وفي المتحف المتروبوليتان موجود حتة 2 سنتي ونص في 2 سنتي ونص. فبيقول يا جماعة الراجل ده خلانا نتلي على ثلاث أربع بلاد عشان نجمع نص صفحة نعرف هو عايز يقول إيه. من كل مخططه اللي سابها اللي كان بيتكلم عن الشعور القومي، عن اللغة القبطية، عن الأدب القبطي. إحنا عندنا دكتور مشهور دلوقتي في جامعة سوهاج، ربنا يديله الصحة، شاب صغير اسمه إبراهيم ساويرس، ده واخد دكتوراه في الأدب القبطي مشهور بس مش عايز اقول لكم لما تقعدوا تسمعوا منه شنودة ده كان كاتب يعني اتقال فيه شعر. الراجل رغم كل في 66 سنه دول كان مثال للمعطريه، مثال للادب القبطي، مثال للراهب، مثال للتقشف، مثال للحياه الاجتماعيه، مثال لكل الحاجات دي. مثال تراث كبير جدا موجود جوه الاديره او جوه ديره اللي موجود في سوهاج، بيتكلم عن ادب قبطي الفتره دي بتؤرخ بتاريخ مصر. نوصل للرجل العظيم. انا ما اتكلمتش عن الرجل ده كتير، لكن هو يكفيني حاجتين. اولا راجل اتنفى خمس مرات عن بوليسي، لكن البابا رقم 20 في تعداد باباوات كرسي الاسكندريه، لكن البابا ال20 في الفترة بتاعت اتنفى خمس مرات عشان حفاظه على الإيمان المسيحي اللي هو يعرفه أو اللي عرفته مصر أو اللي احنا وصلنا لحد النهاردة، وإيمان الكنيسة. وعلى فكرة الكنيسة الغربية بتشيد بيه جدا، الكنيسة الكاثوليكية. يعني برضو لازم تعرفوا حاجة إن الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بينهم اختلافات حوالي 5-6%، لكن المشاكل اللي بينهم مشاكل والرياسات، عدم فهم لغتنا بعضينا، الفترة الطويلة في التاريخ اللي بعدنا عن بعض، دخول العرب مصر هنا عزل الكنيسة المصرية عن دورها، لأن طبعا احنا كنا محتلين للدولة الرومانية والعرب هم
حرب رومان عشان اروح اتصل ببابا روما ولا اتصل باي جزء من الامبراطوريه الرومانيه كان يعتبر في الوقت ده خيانه من الكنيسه المصريه لوطنها. فطبعا دي مشاكل سياسيه انا بس عشان بس نبقى ايه واضحين، المشاكل السياسيه ادت لان احنا فيه معاه، لكن الخلافات بين الكنيسه الكاثوليكيه والرومانيه ما بتشتغلش كتير، ما يقولش عن 5-7% يعني مش حاجه كبيره. الراجل ده الغرب بيشد جدا عن طريقه، عرفوا الرهبنه، حبوا الرهبنه من طريقه كتابته عن انطونيوس لان هو اللي بلغ سيره انطونيوس. جيروم قال عنه ايه؟ قال يكفي ان يحمل اثناسيوس رايه الايمان لانه وحده يعادل جيشا قويا. وعندنا مثل مشهور جدا يعرفه الغرب بيقولوا له كده، بيقولوا له اثناسيوس العالم كله ضده، قال لهم وانا ضد العالم، انا ضد العالم ده مش هتفرق. وفضل ملتزم بالخط بتاعه ما حدش عمله. شافوا البابا الكسندروس وعينه، شافوا المسمى ليه، حطوا تلميذ ليه، عينوا تلميذ ليه او شماس عنده بالمصطلحات الكنسيه. بدل ما يتبلع في الاعمال الاداريه الراجل بدا يدرس الاداب اليونانيه والثقافات المتعدده اللي كانت في اسكندريه، لان كان مقر الكرسي جوه اسكندريه، يعني كل مقر الفلاسفه وكل المدرسين والعلماء موجودين في اسكندريه، فسهل جدا انه كان يتعامل معاهم. بعد كده حد طبعا احنا كمرشدين نهتم جدا ان احنا نعرفه، ده ملاك بريه تشيليت او زي ما بيقولوا عليه الصاروخ او الصاروخين الكبير. مقدس الكبير ده من الاباء الكبار اللي كانوا موجودين في بريه تشيليت. بريه تشيليت اللي هي وادي المطروح، والشيليت يعني ميزان الجنوب. نرجع تاني مقر الكرسي في اسكندريه، بعديه بشويه كان في نتريا، بعد كده كيا اللي هي كينج مريوط، بعد كده شهيد اللي هي وادي المطروح. وادي المطروح كانت بعيدة عن اسكندريه شويه، كانت بعيدة عن المنازعات والكلام ده معروف في الاول في الاخر كده شويه. مقاليس الكبير انسان نقدر نقول عليه ملاك، كانت عنده حياه رهبانيه داخليه جوه. اعرفها ازاي؟ اعرفها من طريقه في حياته. مقالس بيقول ان الفهم الحقيقي للتوحد ليس هو مجرد العزله عن البشر، بل هو الرغبه الصادقه للاتحاد مع الله بحج البشر. المتوحد الحقيقي يهرب بالجسد عن البشر لكنه عمليا يحب كل انسان. ايه حكايه الاب مقالس؟ الاب مقالس الكبير يوفي على اسفه. اتولد في الهوف في سنه 275، ابوه قال لازم اجوزه، اتضايق تعب، قال طب انا رايح اقعد في حته كده شويه ارتاح. راح ينام، قعد يصلي، حصل ان مراته جالها مرض ماتت، وهو راجع عرف ان مراته ماتت، حمد ربنا وحسن الدنيا كلها ليه، وقعد في الكنيسه. راحوا لاسقف اشنون رسموا قص جنبه وعملوه قلايه او عملوه صباعه كده ككاهن وخادم، وبداوا يثبتوه حواليه. لكن هو بعد فترة قصيرة من سيادته كاهن ذهب لقرية أخرى، بس حسب نفسه غير أهل للكهنوت ولتكريم شعبه له. تذكر بعض المخطوطات، تذكر بعض المخطوطات أنه لم يدر نعمة الكهنوت إلا بعد ظهر المسلم. المساند عندي بيقول إن هو اترسم قسيس، لكن في مخطوطات بيقول إنه ما اترسمش، لكن دي مش قضية جوهرية. المهم إن هو دلوقتي ساب الدنيا وطلع على شيت. ذهب بزيارة القديس أنطونيوس، ولما راح له رآه قال له كلمة مشهورة، إسرائيلي هنا هي نسبة لأبونا يعقوب، يعقوب اسمه في العهد القديم إسرائيل، مش إسرائيل اللي احنا نعرفه شعب إسرائيل. يعقوب لما دعي سمي إسرائيل بطبقا للعهد القديم. فالمسيح لما جاله واحد في بداية حياة المسيح في الإنجيل هنقرأ كده، قابل واحد اسمه نفنائيل، فأول ما شافه قال هذا إسرائيل الطلية بالشفين، يعني ده يهودي أكبر عن جد صرف ما فيهوش تبليغ. فالمصطلح اتخلع بنفس الكلمة دي، قال هذا إسرائيل حقا لا غش فيه، يعني أنطونيوس لما شاف مقاليس قال ده راهب ما فيش تبليغ، وراح ملبسه بالإسكين.
الاسكيم هوريكم صورته بره فيما بعد. شكل حزام رمزي بيلبسه الراهب عشان يتقال ده راهب. لبسوا الاسكيم وعاد لمكانه ولما تكاثر الاخوه عنده زع يعني بدل يوم كنيسه وزع سيده وصبع به الجنوب لكثره الحاجات اللي كان بيعملها. لكن كان عنده حاجتين مهمين. القصتين دول عمود العنب وكاهن الاول بيحكوا لي ايه هو مقاليس الكبير. مقاليس الكبير علم تلاميذه المحبه. يا حبيبي حب اخوك، حب اخوك وبديه عن نفسك. دايما كان تعليم. فحصل ان في اوان غير اوان العنب ناس طلعت كده طلع عندها عمود عنب كبير حجم كبير. فقالوا روح ودي لابا مقاليس كبارك يعني خد يا ابونا العمود ده لسه طلع في غير اوان خده. طبعا شافوا الامر مقاليس راح بصص له كده قلت له هاتي اخواتي ما يعرفوش عنه حاجه. قالوا بس يا حبيبي خد العمود ده وروح للقلايه اللي جنبي اخويا هناك تعبان محتاج ياكل منه. راح له اللي راح له قال له خد ابونا مقاليس بعت لك ده بيقول لك كل منه. التاني شافه بس انا اخويا اللي جنبي محتاج لا ابعت له اخويا اللي جنبي. لف على حوالي 30 40 قلايه وفي اخر الراجل جه زهقان راح للاب مقاليس قال له خد. قال العمود جاي بص العمود كده اكتشف المنطقه السحب. قال له ايه ده؟ قال له فضل يلف من قلايه لقلايه لحد ما جاء. فطبعا هو صبح ربنا وقال ان التعليم بدا ينفع مع اولادي ومعلمهم المحبه. تاني بقى قصه توريني قد ايه هو شخص مسالم جدا قصه كهنة الاوثان. اما مقاليس لما كبر شويه كان ليه تلميذ فكان التلميذ يطلع قدام شويه يمهد للراجل العجوز اللي ماشي على العكاز. فالتلميذ وهو ماشي قابل كاهن من اللي هم الكهنه بتوع سرابيوم او ايا كان وكانوا يعتبروا في الوقت ده وسلمين. فاول ما شافه راح قال له انت رايح فين يا كاهن الشيطان؟ طبعا الكاهن بتاع الاوثان مسك التلميذ قبضه حته علقه دشدش عظمه وسابه وجه وهو ماشي. طبعا الاب مقاليس بعيد عنه فتره فقابل الاب مقاليس. فاول ما شافه الاب مقاليس هو ما يعرفش اللي حصل. فاول ما شافه قال له الى اين انت يا رجل النشاط؟ قال له ايه؟ قال له انت راجل نشيط رايح فين؟ قال له انا عندي خدمه. قال له ربنا يعينك. طبعا الراجل شاف تلميذ وشاف معلم هو ما يعرفش برضه الرابط من الاثنين. هو شاف واحد بهدله راح هو ماسكه ضربه شتمه. شاف واحد تاني بهدله فهو ماشي قاعد يفكر. يلف الايام وكاهن الاوثان ده يجي المقاليس الكبير ويقول له انا عايز اعرف الهك اللي انت تعرفه ده اللي خلاك بالوضع ده. وده بيوريني ان كلمه محبه صغيره ممكن تحول بشر من مسار لمسار. دي كانت فكره مقاليس الكبير. ذات يوم ذهب الاب مقاليس ليقطع الفوس وكان الاخوه معه. هما طبعا كانوا يقطعوا الفوس عشان يجدلوهم يعملوا قفط يعملوا مشنات يبنوها تجي لهم فلوس. فالاخوه هما قاعدين واخوان لسه حداس السن وهو راجل كبير فقاعدين بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له تعالى يا بنا كل معانا. فقعد اول مره كان معانا. تاني يوم وهو جاي يا بنا تعالى كل معانا. قال له لا ده انتوا كده انتوا لسه جزدانيين لسه بتفكروا في الجسد. انا مش هقدر انا لسه وقت ما جاش. وسابهم ومشي. علمهم ان الانسان ياكل عشان يعيش مش عايش عشان ياكل. وهي دي كانت فكره الاب مقاليس. قال لهم انتم تحتاجون من الطعام يا اولادي لانكم ما تزالون جسدا لكن انا لا اريد ان اكل منها. زار الاب كاريوس الاب مقاليس الفرنسي وساله قال له هو الاخوه طبعا الاثنين تقابلوا مع بعض. قال له هو الاخوه لما يغلطوا طبعا مقاليس راجل مدبر بيوت مدبرين كان عنده قوانين والقوانين دي على فكره فيها قوانين مضطره. اللي بيغلط بيتضرب بيتجلد بيتضرب بالعصايه يتعرض. دي قوانين موجوده تنفع العصر تحت. فلما قابل مقاليس الكبير قال له يا ابونا مقاليس هو لما واحد يغلط ينفع نعاقبه؟ فرد عليه الراجل قال له عاقب واحكم بعلمك بعد من هم تحت امرك لكن لا تدن احدا من خارج لانه قد كتب يعني هنا بيتكلم عن الانجيل انتم الا تدينون الذين هم من داخل اما الذين من خارج فالرب يدينهم. ودي كانت في رساله كورنثوس الاولى للقديس بولس الرسول. يعني كان في تبادل خبرات ما بين الاباء في الفتره دي وده اب. نيجي بقى لاخر اب عندنا الاب ابوي الكبير. الاب
الأب أمون يعتبر ثابت العصر، والراجل ده زي الأب أنطونيوس، بس لأنه كان إنسان خجول جدا ما عملش نفس الشهرة اللي خدها أنطونيوس، كان إنسان بيهرب من الكل. وحصل إن الهرطقات اللي بتحصل في اسكندرية بتنتج مشاكلها على عبء برية ناتفيا اللي كانت قريبة من اسكندرية، فكانت المشاكل بتروح ليهم عشان يقعدوا يحلوا فيها. شوية بشوية الأيوسيين نفسهم لما كتروا في اسكندرية بدأوا ينزلوا يأكلوا فيهم. بعد رياحة الأنبا أمون بحوالي 70-80 سنة برية ناتفيا خربت أصلا، وبدأت الرومان تتسرب تروح لبرية شديد. ما يهمني هنا في الأنبا أمون إنه كان صيته يعتبر من زيت الأنبا خلص اسم أمون نسبة للأسامي المصرية القديمة، وأنا بتكلم هنا في سنة 275 الاسم ده، يعني ما كانش الأسامي دي مختفية وما كانش فيها مشكلة بالنسبة للمسيحيين المصريين. يعني المسيحيين المصريين لما جابوا المسيحية ما غيرتش في أساميهم، ما عملتش معهم أي حاجة، هم خدوا نفس الأسامي المصرية القديمة بنفس التفكير. بعد ما اتجوز اتفق ان هو يعيش هو ومراته، هو طبعا اتجوز غصب عنه، عاش هو ومراته 18 سنه مع بعض كبتوليين، ما يعرفوش بعض، كل واحد عايش في حته جنب بعض. طبعا الافكار دي كانت تصلح للناس دي، ما ينفعش النهارده ان احنا كده بنقيس عقلنا. الافكار دي افكار ناس سمت عقلنا عن الموجود دلوقتي. وراح لناتريا او البرنوب، وتبعد حوالي 14 كيلو متر جنوب غرب البرنوب، كأول واحد يترك هذه المنطقة بنى لنفسه قلاية قعد فيها 22 سنة، وكان دايما يروح يزور مراته مرتين في العام في البيت بتاع العذارة اللي هي سجينة. لم ينل القديس أنبا أمون شهرة فائقة في القديس الأنبا أنطونيوس أو القديس مرقاليوس الجيل بعد، بل وكان ينطلق لناتريا ليصلي في الكنيسة هناك، ذلك ربما بسبب ما اكتسب به من الخجل والحياء الشديد، هذا بجانب هروب من الجماهير. زار بلاديوس ناتريا بعد رياحة أمون بنصف قرن، حيث قدر عدد إقبال جبل ناتريا ب 5000 بينهم 600 متوحد. احنا هنا كده الرهبنة بدأت تنمو، بدأت تاخد أفكار كتير. عندي 600 متوحد وعندي 5000 جواهم 600، يعني 4400 عايشين جوا أديورة، أديورة شن. هي دي الأفكار، وطبعا الكلام ده لا كتبته الكنيسة المصرية ولا الآباء، مش تشكيكا فيه، احنا الوقت بنتكلم عن المصادر الغير مصريه. اللي كتبه واحد زي بلاديوس، هو اللي راح صار، هو اللي راح كتب الكلام ده. ليه دور حي في الحركه الرهبانيه كاول وسيله في هذه المنطقه، وتلمذ على ايديها اباء عظماء، وان كان قدوه منطقه ناتريا بن عمران مع شهره ابائها سبب كثير من المشاكل الكنسيه، كانت مقنع الاباسيين والقدومينيين بمحاوله فرض سلطانهم على الكنيسه بإخضاع هؤلاء الاباء لهم. بعدما اصدرت منطقه ناتريا الايالي حتى بعد رياحة الانبا امون، بدات حركه هجره الرومان لمنطقه اهدى، هي منطقه الاسطيل او وادي المطرون المعروفه بريه شهد. كده احنا عرفنا الرهبنه، هل هي فكره مسيحيه ولا لا؟ مين هم الاباء الرهبان الكبار؟ المصادر اللي احنا خدنا منها وعرفنا تاريخ الرهبنه في مصر كان شكله ايه؟ بعيون ناس مش مصريين، لازم نجاوب على السؤال ده بينا وبين نفسنا، هل الرهبنه النهارده هي هدف ولا وسيله؟ وسيله لهدف. ممكن بقى حضرتك تفسرها؟ نعم. ممكن حضرتك تفسرها زي ما قلتها، هي هدف ولا وسيله؟ هي وسيلة لهدف. وسيلة لهدف، كلام مظبوط. أنا هحلكم في اليوتيوب، هنكتب في اليوتيوب كده مقابلة المذيع محمود سعد مع رهبان دير الأنبنطونيوس. هتقابلوا في اليوتيوب ده مقابلة لمحمود سعد مع أبونا لويس الأنطوني، على فكرة وسيلة شخصية محمد حبيبي. أبونا لويس كان بيقول إيه؟ كان بيسأله بيقول له الرهبنة هدف سامي، قال له لا، قال له لما مؤاخذة حضرتك رايح مدينة، في واحد بيروح بعجلة، في واحد بيروح بموتوسيكل، في واحد بيروح بميكروباص، في واحد بيروح بقطر، الرهبنة سكة من السكة دي،
لكن الهدف هي ايه؟ هي الله في الاخر. الهدف السامي بتاعنا هو الله، لكن الوسيله كل واحد ياخد وسيله. عشان كده احنا درسنا اربع اباء كل واحد فيهم كان ليه اسلوب شخصي. الصور دي هترجعنا شويه نشوف الاجوبه شكلها. طبعا استاذنا الدكتور ايفان كان بيتكلم عن دور لما بتولي سوق انبا بولي. الصور دي الصوره دي تحديدا الصوره دي دي صوره حديثه شويه لكن الصوره دي قديمه. كان في رحله سنه 1918 جه رحله شيل الله يا رب. مش ناوي يعني؟